يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول سمعت من بعضهم يقول إن من فعل الكفر ليس بكافر، وكذلك من نطق بكلمة الكفر فإن الكفر نوعان، كفر نوع وكفر بواه. ما هو بواه، الله حكم على من فعل الكفر أو تكلم بالكفر أنه كافر إلا من أكره، لم يستثني إلا المكره، إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. ما هو بواه يحط لنا أحكام من عنده. نعم.